النهارده هو الفيجوال فيلد او مجال الرؤيه، بس انا قصدي بالفيجوال فيلد الحاجه اللي انت تقدر تشوفها وعينيك ثابته من غير ما تحرك راسك او عينيك. ده معنى كلمه فيجوال فيلد. علشان كده موضوع النهارده هتلاقوا ان ليه علاقه بسكشن العملي، وهنشرح العملي اللي كنا بنقوله في السكشن مع الجزء النظري في الفيجوال فيلد. Definition of visual field: It is the area of external world seen by one fixed eye. مهم جدا في التعريف كلمة fixed eye، لازم عينين العيان تبقى ثابتة. أقول لك على حاجة جميلة جدا كنت دايما بقولها في السكشن: لو أنا مغمض عيني الشمال ومثبت عيني اليمين على الحيطة اللي قصادي مثلا، لو جه واحد وحط صباعه فوق راسي من فوق، هل هكون شايفه؟ هتقول لي طبعا لا يا دكتور. ولو حط صباعه من تحت قوي برضه مش هكون شايفه. ولو صباعه تامبورال فيلد بالنسبه لي من بعيد مش شايفه، ولو نيزل من مسافة معينة مش شايف. فطلبة كتيرة سألت سؤال مهم جدا: طب ليه نورمالي فعلا احنا ما بنشوفش الاوبجكت لو هو فوق قوي او تحت قوي او تمبورال فيلد بمسافة معينة او نيزل فيلد؟ قلت لهم لان ربنا خلق حواجز طبيعية، anatomical limitations. كلمة limitations معناها حدود، عوائق بتمنع ان انت تشوف الاوبجكت. يعني هقول لك upward، ايه الحاجة اللي تحدد رؤيتك وتخلي مجال الرؤية بالنسبة لك محدود؟ هي البون اوف اوربت، الاوربت نفسه. داونورد، ايه الحاجة اللي تكتفني شوية؟ هي الزايجوماتيك بون. نيزل معروف، النوز نفسها فيها السبتم حاجز طبيعي. تمبورال باينة من اسمها، هو التمبورال فيلد. علشان كده يجي يقول لك في الكتاب: The visual field is not circular. ما اقدرش اقول مجال الرؤية بتاعي دايرة، لان هم عملوا حاجة جميلة قوي في مجال الرؤية. رسموا مجموعة دوائر جوه بعضها زي بالظبط المنقلة من 0 ل 360. وقسموها ازاي؟ 15 30 45 60 90، كأنها زوايا معينة. وشافوا الابورد فيلد عندك كام. الكلام ده طبعا هنقوله مع العمل دلوقتي، ليه رقم معين، فحطوا عليه دايرة. الداونورد فيلد ليه رقم معين، نيزل ليها رقم، وتمبورال ليها رقم تاني. قالوا هنوصل الأربع نقط ببعض، وهقولك هو ده الفيلد بتاعك،
هو ده مجال رؤيتك، فلاقوا ان هو اساسا مش سيركولر. بس طالب سألني سؤال جميل، يا دكتور انت عمال بتقول انجلز، يا ترى القيم بتاعتها مهمة ان احنا نحفظها؟ قلت له ايوة، بتتسأل مع امتحان العملي upward field، هشوفها عند زاوية 50 درجة 50 degree، downward 80 درجة، nasal 60، وتمبورال 90. وزمان واحنا طلبة كنا بنذاكرها ازاي؟ ان الفارق 30، 50، 80، 60 نيزل، و90 تمبورال. طيب في نقطة مهمة قوي، الاكزامينيشن بيحصل ازاي؟ كلكم في السكشن شفتوا جهاز شبه القوس، حديدة سودة كده، والجهاز ده بيبقى له يد علشان نمسكها، سمينا الجهاز بيري ميتر. كل كلمة بنقولها النهاردة مهمة قوي، لان احنا اتفقنا موضوع النهاردة مشترك بين النظري والعملي. بيريميتر معناها مقياس للفيجوال فيلد، ولقيته في القوس ده جواه مراية. وهنقول ايه هي الخطوات. اول خطوة اللي بيمسك الجهاز هو البيشنت، هيمسكه بايده اليمين. طيب احنا اتفقنا عايزين نعمل فيكسيشن، انا عايز اثبت عينيه. قالوا عشان نثبت عينيه لازم العيان يبص بعينه اليمين مثلا في المراية. طيب ازاي يبص في المراية؟ الجهاز ده كان ليه مسند احمر. المسند ده هنقول العيان ثبته على الزيجوماتيك بون، بحيث لما يثبته على الزيجوماتيك بون هتبقى عينيه في مستوى المراية. خلي بالك من حاجة، المراية هنا مش فايدتها انه هيشوف فيها الاوبجكت، لا ده جاست فيكستيشن، تثبيت. الدكتور يعمل ايه؟ الدكتور هيجيب قلم يحركه على القوس من فوق، من اعلى حتة في القوس. خلي بالك القوس واخد شكل سيركولر، والهيد اوف ذا بيشنت تقريبا جوه القوس ده، وهو ساند بالزيجوماتيك بون بتاعته على المسند الاحمر وباصص في مراية. لما انت تجيب القلم من فوق هتقول له شايف، هيقول لك لا، تنزل شايف لا، لغاية ما هيقول لك شايف. شايف دي هبص على الرقم اللي هو شايف عنده، يبقى انا كده بتكلم على الابورد فيلد. البداية 50 ديجري. لكن غلطة الطلبة في حاجة، بيقول لك خلاص انا عرفت الابورد 50. الغلطة في ايه؟ احيانا يبقى جزء من الفيلد فيه ديفكت، جزء مفقود، يبقى لازم تكمل حركة القلم لغاية
الدايرة في حاجة كده في نص القوس عاملة زي البوصلة، ليها مؤشر وجواها أرقام، ده غير الأرقام اللي موجودة في القوس نفسه. لازم أكمل لغاية القرص ده، لأني أحيانا بعض العيانين يكون عندهم blind spot، وهنا أنا عايز الناس تبقى مركزة معايا قوي. blind spot معناها إيه؟ معناها بقعة عمياء، ده غير الفسيولوجيكال بلايند سبوت اللي احنا شرحناها زمان. قلنا ان في نقطة طبيعية عند الاوبتيك ديسك اوف ذرتنا، وفكركم بمكانها، الاوبتيك ديسك كان بيبعد عنه 3 مليمتر، هو الماكيولا ليوتية اللي كان في نصها هو الفوفيا سنتراليس. طيب هنا في بلايند سبوت بس باثولوجيكال مرضية، مكان فقد الريسبتورز اوف الفيجن، مش شايف لا انا عندي هنا رادز ولا كونز، فسموها باسم علمي جميل سكوتوما. على فكرة الكلمة دي ليها معنى جميل قوي، لان اوما معناها نقطة وسكوت معناها ظلمة، النقطة المظلمة. على فكرة كلمة سكوت احنا قلناها السنة دي، سكوتوبيك فيجن، الرؤية الليلية اللي مسؤول عنها الرادز. انا دايما بحب اعرفك معنى المصطلح اللي انا عايز اقوله علشان تعرف ان الكلمة ليها اصل، فما تحفظهاش وخلاص، لان في طلبة كتيرة تنسى كلمة سكوتوما على طول. عايزين نتفق النهاردة على اتفاق، سكوت معناها داركنس. يبقى انا لازم اكمل حركة الالم لغاية القرص ده. طيب داونورد فيلد همشي الالم ازاي؟ هتقولي همشيه على القوس من تحت، بس في نقطة، الأرقام بتاع اللي موجودة على القوس هتبقى موجودة هنا لجوه، أنا بتكلم على القوس من تحت، أرقامه لجوه. طب أنا أشوفها إزاي؟ لازم أطلع القوس لبره شوية وأمشي الألم عليه من بره لغاية ما العيان يقول لي شايف، هو دي الطريقة الصح. ما ينفعش القوس يبقى لازق في الحديدة دي وانا بمشي الالم ومش شايف الارقام، لان الارقام موجودة من جوه، ما ينفعش. وبرضو اول ما العيان يقول لي شايف هكمل حركة الالم لغاية القرص، قصة مكررة. والداونورد فيلد اتفقنا انه 80. طيب انت كده يا دكتور عملت اب اند داون، طب احنا عايزين نعمل نيزل اند تمبورال، يا ترى هنعملها ازاي؟ بمنتهى البساطة، نيزل معناها ميديال، واتفقنا ان دكاترة الرمض لغوا ميديال وقالوا مكانها نيزل، ولغوا كلمة لاترال وقالوا مكانها تمبورال. طب اعرف نيزل وتمبورال ازاي؟ اغير شكل القوس،
اخليه بالعرض مش بالطول، بالعرض. ونفس الفكر، اثبت عين العيان في المراية، عينه اليمين تبقى في المراية. طيب انا عايز اشوف النيزل فيلد اوف ذا رايت اي، يا ترى احرك الالم في انهي اتجاه؟ فكل الطلبة قالوا لي لازم تحرك الالم من الناحية العكسية، من ناحية العين الشمال. لما حركه من ناحية العين الشمال هقول له شايف، هيقول لي لا شايف، لا، لغاية ما هيقول لي انا شايف. احدد النيزل بتاعي واكمل حركة الالم لغاية القرص او القرص. طب temporal field of the right eye، احرك الالم من الناحية اليمين. يبقى قاعدة جميلة عايزين نعرفها النهاردة، لو عايز تعمل examination للنيزل فيلد اوف ذا رايت اي، حرك الالم من الشمال. ولو عايز تعمل temporal field of the right eye، حرك الالم من نفس الناحية. لكن في سؤال دايما بتسأله في السكشن العملي، ايه فايدة القرص اللي موجود ده يا دكتور؟ عامل زي البوصلة، وهتلاقي كل ما تحرك القوس تلاقي المؤشر بتاع القرص ده عمال يتحرك معاك. انا معاكم ان في بعض الاجهزة في القسم بايظة، وان القرص ده المؤشر اللي عليه ما بيتحركش، لكن في اخر السنة هما بيجيبوا قرص بالمؤشر اللي عليه بيتحرك. فايدته ايه؟ فايدته تحديد زوايا. فطلبة كتيرة سألت قصدك ايه يا دكتور بتحديد زوايا؟ يعني اقول لك ايه، انا عايز اشوف الابورد فيلد بتاعك بس عند زاوية 15 عند 30. فانت بتعمل ايه؟ انت بتحط القوس فيرتيكال وبتسب راس العيان جوه القوس، والمسند الاحمر على الزيجوماتيك بون، قصة هي هي، وعينه اليمين في المراية، ولكن القوس ياخد زاوية 15 ابورد او 30، المؤشر بيشاور عليها. هو ده اللي انا عايز اقوله لك. نفس الفكرة، نيزل والتامبورال فيلد، كنا بنجيب القوس بالعرض، ايوة، بس هنا هيبقى بالعرض بس واخد انجل معينة، يعني 15 30 45 60، سواء نيزل سواء تامبورال. يعني هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انت بتظبط اتجاه القوس عند زاوية معينة على أساس القرص اللي موجود، تلاقي المؤشر يشاور لك على الرقم. الناس اللي مش متخيلة الكلام اللي أنا بقوله وأنا بشرحه، هنعيده في سكشن العملي في المراجعات، ولازم انتوا تشوفوه بنفسكم. الكلام ده مهم جدا علشان نبقى عارفين. بس في سؤال جميل جدا بيتسأل في امتحان العملي، هو احنا يا دكتور بنحرك الالم على القوس، هل الالم ده يفضل يبقى له لون معين؟ قلت لهم ايوه، وايت اوبجكت،
والسؤال ده بيتسأل في امتحان العملي، يقول لك لازم يبقى قلم ابيض تستخدمه. طيب ايه السبب؟ قلم ابيض علشان ما شغلش الكونز. انا الموضوع بتاعي مش كولر فيجن، مش الوان، هي الكونز في اللون الابيض كلها هيبقى ايكوال ستيميوليتد، وده قلناه قبل كده. الكون الحمراء قد الكون الخضراء قد الزرقاء هيبعتوا سيجنالز متساوية الى البرين فيترجمها لون ابيض. انا هنا مش عايز اختبر color vision او visual acuity، دقة ابصار. انا هنا عايز اشوف مجال رؤية، ده مختلف تماما. عشان كده السؤال ده دايما بيتسأل في امتحان العملي. طيب انا عندي سؤال تاني، انت قلت لنا يا دكتور ان احنا هنعرف الفيلز بتاعتنا القيم بتاعتها كام، upward وداونورد، نيزل وتمبرال، ونوصل القيم الأربعة دي وهنقول هو ده الفيلد بتاعنا. ده الكلام اللي احنا متفقين عليه، تمام. يا ترى الورقة دي ليها اسم؟ ايوه، اسمها بيريميتر شارت. مش قصدي بتشارت يعني لوحة، انا قصدي ورقة، ورقة مقياس الفيجوال فيلد. كل كلمة بنقولها النهاردة مهمة. امتحان عملي اللي بتعملوه بايديكم، وامتحان الاوسبي سواء صورة معروضة على سلايد يحط لك اسم الجهاز ده ايه، ده بيريميتر، اسم الورقة ايه، بيريميتر شارت. طيب في طالب سألني سؤال مهم قوي، قال لي يا دكتور هو الفيجوال فيلد بيتقاس بس بالبيريميتر؟ قلت له لا، يتقاس بطريقة تانية اسهل، لان جهاز البيريميتر ده اللي شفتوه في السكشن اساسا مش موجود منه دلوقتي، يعتبر من ضمن الاثار. والجهاز اللي بيقيس الفيجوال فيلد في عيادات دكتور الرمض جهاز غالي جدا وكلكم عارفينه، تحط عينك في ناحية من الجهاز والدكتور عينه في الناحية التانية وتلاقي طريق فيه شجر زرع ايا كان، ومفيش دقيقتين وتلاقي الدكتور يقول لك قوم ويدي لك ورقة مطبوعة وفيها مقاس نظرك والفيلد وكل حاجة. جهاز حديث جدا، 60,000-70,000 جنيه او اكتر. طب افرض انا ما عنديش الجهاز القديم او البريميتر، او ما عنديش الجهاز الحديث قوي ده، اعمل فيجوال فيلد ازاي؟ قالوا هنعملها بطريقة المواجهة اللي بنسميها confrontation test. يعني ايه؟ هنجيب العيان ونقعده على مسافة 60 سنتي من الدكتور، مسافة متر، ونقول العيان غمض عينك الشمال، حط ايدك على عينك الشمال بحيث ان عينه اليمين تبقى في مواجهة عين الدكتور الشمال. انتوا متخيلين قصدي؟
يعني انا هقعد البيشنت قدامي على مسافة متر، عينه اليمين في عيني انا الشمال، الدكتور هيحرك صباعه، يحرك صباعه من ابورد فوق خالص، بحيث ان الدكتور والبيشنت الاتنين مش شايفين الصباع، والدكتور ينزل الفينجر بتاعته كل مرة يقوله شايف، طبعا عين العيان في عين الدكتور، فالعيان يقوله لا، انزل صباعي كمان شايف لا، لغاية ما العيان هيقول انا شايف. لازم البيشنت هيشوف حركة الصباع في نفس الوقت اللي الدكتور يشوفها، بفرض ان الدكتور نورمال، انا وانت هيبقى الابورد فيلد عندنا زي بعض، نفس الفكرة، هشوف الداونورد فيلد، هجيب صباعي من تحت قوي وانا باصص في عينك، وافضل اطلعه لغاية انا وانت نشوف. طب انا عايز اعمل نيزل وتمبرال، نيزل هجيب صباعي من الاوبوزيت سايد لغاية انا والبيشنت نشوفه. طب تمبرال فيلد اجيب صباعي من نفس الناحية بتاعتي لغاية انا والبيشنت برضو نشوفه. دي تيست جميل قوي، كونفرونتيشن تيست. ساعات الاساتذة عندنا في امتحان العملي يقول لك ايه، انا عايز بيد سايد تيست اوف فيجوال فيلد، فالناس تتخض. يعني ايه بيد سايد تيست؟ اختبار هنعمله جنب سرير العيان، اختبار سهل قوي، فعايزكم تتعودوا على المصطلحات الجديدة دي. انا معاكم من كتاب العملي ما في حاجات كتيرة مش بيقولها، ولكن المهم ان احنا نغطي على الجزئية دي، اهم البوينتس اللي اتذكرت قبل كده. طيب بعد ما عملنا الفيجوال فيلد يا دكتور، ايه اللي انا استفدته؟ استفدت ايه؟ diagnosis of lesions in visual pathway. ده حتى انتوا فاكرين من المرة اللي فاتت لما قعدت اقول لكم احنا هنرسم الفيجوال باس واي كرسمه، وعند كل مكان هنعمل قطع معين دليل على انجوري حصلت، والجزء التاني من الرسمه رسمنا الفيلد نيزل وتمبورال، والجزء اللي احنا نقطناه هو اللي احنا فقدناه. يعني طالما كلامك على فيلد كانك بتقول لي ايه، باي نيزل هيمي انوبيا، فاكرين ليجن ان ذا بيريفيرال بارت اوف اوبتيك كياز، باي تمبورال هيمي انوبيا سببها بيتيوتري انلارجمنت ان سيلا تيرسيكا، كونترا لاترال هومونوموس هيمي انوبيا سببها ليجن in optic tract, optic radiations, lateral geniculate body, occipital lobe. الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، وقلنا الفرق في اللايت ريفلكس كان بيحصل في الاوبتيك راديشن او lateral geniculate body lesions، لان اللايت ريفلكس ما كانش بيعدي على الاماكن دي، بس كان بيبقى افكتد فين، في الاوبتيك تراكت ليجن. ووقتها قلت لكم احنا ليه
درسنا كل ليجن لوحده بالرغم ان النهاية واحدة، كونترالاترال هومونوموس هيمي انوبيا، علشان في فرق ما بينهم هو اللايت ريفلكس. وكمان اتكلمنا على الكوادرانتانوبيا لما ربع الفيلد يبوظ، لان ربع الفيلد اوف ذا رايت الراتنا على الناحيتين كان هو اللي بيوصل الى رايت اريا 17. وقلت لكم ان الفيجوال فيلد عندنا بيبقى انفيرتد اند ريفيرسد، كلها نقاط اساسيه. يبقى احنا موضوع الفيلد مهم ليه؟ بشخص بيه ليجنز ان ذا فيجوال باث واي. الفايده الثانيه ان انا بشخص بيه باثولوجيكال بلايند سبوت، سكوتوما اللي احنا قلناها النهارده. الكلام ده في غايه الاهميه. الحاجة التالتة بنشخص بيه بعض الأمراض اللي بتحصل في الريتنا، مرض اسمه ريتينايتس بيجمنتوزا. وهنا عايزين نفهم معنى المرض. ايتس معناها انفلاميشن، بيجمنتوزا معناها بيجمنت لاير اوف ذا ريتنا، في التهاب في البيجمنت لاير اوف ذا ريتنا. وعايزين نخلي بالنا ان طبقه البيجمنت دي اللي قلنا عليها قبل كده الستاره السوداء اللي قدام الفوتو ريسبتورز، يعني ايه؟ هتأثر على الفوتو ريسبتور اللي وراها. فاكر في مقدمة الريتنا قلت لكم حاجة، ان الريسبتور قدامها بيجمنت لاير علشان يمتص معظم اللايت ريز ويمنع انعكاس الاشعة جوه الريتنا، يعني يمنع البليرنج اوف فيجن او الصورة الغير واضحة. لكن لو في مشكلة في البيجمنت لاير انفلاميشن يضغط لك على الريسبتور، ده ممكن يعمل دي جينيريشن اوف رودز اند كونز، يحلل لك الريسبتور ويبوظه. فطالب قال لي وايه يعني؟ قلت له بداية الفيجوال باس واي هو الريسبتور، هو رودز اند كونز. لما انا بوظ لك الريسبتور السكة دي مش هتكمل، لا هنقدر نبعت سيجنال للبايبولر سيل ولا للجانجليون سيل، ولا الاوبتيك نيرف هيطلع بوضوح، اوبتيك يازما، اوبتيك تراكت، السكة مش هتكمل. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني الفيجوال فيلد عندك هيصغر جدا، هيحصل له كونتراكتد فيجوال فيلد. احنا في بداية كلامنا قلنا ان الفيجوال فيلد از نوت سيركولر، طبيعي بسبب الاناتوميكال ليميتيشنز. لكن المرة دي هقولك الفيجوال فيلد عندنا كونتراكتد، هيضيق جدا بسبب الريتينايتس بيجمنتوزا. وهو دايما في الطب اللغة عندنا هي اللغة اللاتينية، فدايما نحب ندلعها، يعني اقولك اوزا بيجمنتوزا، قصدي ايه؟ بيجمنت لاير فيها انفلاميشن ضاغط على اللي وراها، واللي وراها ده مش حاجة عادية، ده الريسبتورز اللي احنا بنشوف بيها
سواء day vision او night vision. كده يبقى احنا اتكلمنا على الفيجوال فيلد كديفينيشن، كارقام، كاكزامينيشن ببريميتر وبكونفرونتيشن ميثود، كاهميه ليجنز ان فيجوال باث واي، ويتشرح كل الكلام ده في امتحان العملي، لانه هيسالك هيوقفك عند كل حاجه. هيمي انوبيا ليه؟ كوادرانتانوبيا ليه؟ يعني ايه سكوتومه؟ ايه الفرق بين فيسيولوجيكال اند باثولوجيكال؟ ويعني ايه ريتينايتس بيجمنتوزا؟